ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى نقول مقاديرنا بتاعه البقلاوه. عجينه البقلاوه اللطيفه دي يا رب تعجب حضراتكم، بسيطه ومش هتفرضوا وتعجنوا فيها كتير، يعني مش هتبقى الطبقات بتاعه الحلوانيه اللي هنقعد نعملهم كذا طبقه فوق بعض، بس هتبقى برده شكلها حلو قوي وان شاء الله تعجبكم. خلينا نقول بسم الله. كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوبايه من الزبادي، وربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من الزبده، وعندي كمان معلقه كبيره من الخل، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، بيضه وفانيليا. دول كده المقادير. الحشو بقى عندي مكسرات مجروشه حسب الرغبه اللي موجوده عند حضراتكم. انا احط شويه فستق، شويه عين جمل، شويه اي حاجه من المكسرات، زودوا لي شويه يا اولاد والنبي. وعندي بقى للوش كوبايه سمنه، ربع كوبايه زيت عشان يطلع مقرمش وجميل. طب الشربات بتاعه ايه بقى؟ كوبايتين سكر لكوبايتين ميه لمعلقه كبيره من عصير الليمون وفانيليا. ماشي كده اهو، كده احنا ايه الوصفه. هنزلها خليها شويه، اعيدوها تاني يا ولاد، جيبوها من الاول، خلوها جنب الشاشه شويه عشان اصدقائنا. انا بشتغل دلوقتي عجينه البقلاوه الجميله بتاعه الحلوانيه، ولكن بطريقه بسيطه في البيت. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، وعندي نص كوبايه زبادي، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره زبده، وعندي كمان معلقه كبيره خل، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وبيضه وفانيليا، والحشو مكسرات حسب الرغبه. الوش عندي كوبايه سمنه على ربع كوبايه زيت، والشربات كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، معلقه كبيره عصير ليمون، فانيليا. ده الشربات. طيب تعالوا بقى احنا هنعملها بطريقه بسيطه سهله، تبقى في البيت مختلفه، ولكن على قد ما هنقدر نعملها، او يعني ايه، مش هحط بقى رقات وتطلع الصغيره زي الحلواني، بس تطلع احلى بقى ان شاء الله. تعالوا بقى ناخد كده الايه الوصفه كلها مع بعض. المتابعه وانا قلت صح؟ لا ده دلوقتي اللي فات. كده الزيت، كده الزبده. حاضر، اخد بس ايه ملعقه، بسم الله، كده، والزبادي والمكونات الحلوة اللي هي البيكنج باودر والفانيليا، لاني هحط البيضة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى النار هنا ممكن احط مع حضراتكم الشربات. بسم الله، ادي البيضة، خلينا كده. بسم الله، هنقلب تقليبه كويسه جدا. باقي لي معلقه الخل، نقطه بس. خلي العجينه هشه وجميله، بصوا العجينه حلوه ازاي. طيب خليني بقى اخد هنا، ممكن في دي اعمل الشربات. ادي السكر، ادي السكر هنا عند الشربات، خليكم معايا هنا يا ولاد. سكر، واحط عليه الميه، كوبايتين سكر لكوبايتين ميه. الشربات بتاعها خفيف مش تقيل، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. وبعدين بحط عصرة الليمون، و لما يغلي ويبدأ تمام هحط له الفانيليا آخر حاجة. خلاص هاخد بقى العجينة. العجينة بصوا بقى لازم ترتاح العجينة، عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين. لينا بقى ايه اهي، العجينه دي بتتفرد على نشا مش على دقيق اهي، ولازم ترتاح، لازم ترتاح، لان هي في هشتغل على اللي مرتاحه دلوقتي اهي اهي. وبصوا بقى العجينه اللي ارتاحت، بصوا ابدا اعمل كده زي اي نوع من العجين، كل ما يرتاح حتى لو ما فيهاش خميره، هي فيها ده نشا واللي تحته ده نشا، ده نشا. خلاص هنبدا نفرد بقى العجينه دي بشكل لطيف كده.
لا هي مش كده، هي بس بتاخد ساعات مجهود لانها كانوا بيعملوها كور صغيره ويفضلوا يفردوا كل كوره لوحدها وتتحط طبقات فوق بعض لما يبقوا في بينهم فواصل نشا لحد ما تعلى وتعمل طبقات، فكانت بتبقى مرهقه شويه. فاحنا هنحاول نعملها بطريقه مبسطه في البيت، يعني تدي شكل حلو برضو كده، وهعمل كده اهو. عايزين تعملوا بقى صينيه كبيره، ضعفوا الكميه دي، لازم تتفرد، وبعد ما تتفرد كويس وهتنيها بالطريقه اللي حضراتكم هتشوفوها لازم تتني وتتحط شويه نص ساعه وتتساب كمان تاني قبل التشكيل الاخير. يبقى احنا دلوقتي سيبناها ترتاح على الاقل نص ساعه، وبعدين خدناها وبنفردها مع حضراتكم، وبعد ما هنفردها هنبدا نتنيها تاني، بعد ما هنتنيها تاني هنسيبها نص ساعه تاني تبدا ايه طبعا بنرققها قوي بقى. هو ده بقى هنا الايشو في الموضوع او الحكايه كلها يعني، ده تبدا تترقق تمام عشان كل ما هنرققها عامله زي الكرواسون كده تديني ايه رقات حلوه. وابدا اتني كده، في ناس بتحب تعملها كده كمان كده كده، وبعد ما بتعملها كده بسيبها شويه واغطيها، وبعدين اسيبها شويه كمان حوالي نص ساعه ترتاح وابدا افردها تاني. فبعد ما تيجي بقى ترتاح ونيجي نفردها بتبقى ادت رقات كده شويه فوق بعض، وهرجع تاني بصوا افردها كده بالشكل ده تاني لحد ما اجي بقى اعمل بين الفواصل بتاعتها، يعني افردها المره التانيه، هي مرتين بس خلاص. بس اهم حاجه تريح مكان العجينة ترتاح نص ساعة ما بين المرة الأولى والمرة التانية في الفرد. خلاص هبدأ بقى أفرد كده كده هنا كده، شوفوا بقى عشان هي مش مرتاحة فلسه إيه عايزة ترتاح نص ساعة كمان قبل ما أفرد الفردة التانية دي أهو كده. نحط شوية نشا، الشربات عندي هنا بدأ يغلي أهو، بصوا هضيف الفانيليا اول ما بيغلي اهو من بعد الغليان، ههدي النار واسيبه 5 دقايق واطفي عليه بيبقى خفيف كده خلاص كده. وخليني ايه ابدا افرد هنا برضو، لما بقى بترتاح الفواصل دي بتختفي تماما ما بيبقاش ليها اي اثر. بصوا بقى هفردها هنا تاني عشان نبدا كده نفرد حلو. لازم تتفرد بشكل جميل على اقصى درجة. ايه؟ لا كده يا سلام، الله حلو ده ماشي كده كده نفردها تاني دايره كل ما ترتاح معانا. طبعا انا المفروض اريحها عشان بس نبقى ايه تتفرد زي بسهوله زي ما اتفردت معايا اول مره. شوفوا دلوقتي هي واخده معايا شويه علشان هي مش ما ارتاحتش النص ساعه اللي المفروض اسيبها ترتاح فيها، ان الفواصل اللي انا تنتها دي تختفي تماما ما يبقى لهاش اي اثر. تمام هفترض بقى انها تتفرد لحد ما تبقى رقيقه زي ما اتفقنا اهو، تبقى رقيقه تماما وبعدين بننفضها بعد كده اهو، تبدا ايه كده كده كده. شايفين الجمال؟ وبعدين هاخد بقى المكسر، عايز السمنه على الزيت. بصوا بقى بصوا السمنه على الزيت، نص كوبايه الزيت المفروض تبقى مذابه بس عادي انا هشتغل بيها عادي جدا اهي. هاخد كده عشان بس تخليها مقرمشه، وهبدا افرش هنا، ولما بفرش هضيف بعد كده المكسرات. لازم تتفرد اقصى حاجه، انا كده مش فردها اقصى حاجه
خلاص اهو كده كده. طبعا هنحط على الوش طبعا بقيه الكميه دي هتتصب على وش الايه البقلاوه اهو. بصوا الجمال. وبعدين هاخد كده شويه بقى من الفستق، شويه من عين الجمل، هاتني، ولازم برضو اديها ماده دهنيه كده. وبعدين هاتني وهديها مادة دهنية. ماشي الكلام. وعايزة بقى اقسم الكمية دي بطول، يعني بالسكينة كده مثلا. هفترض ده الشكل وهجيب كده الطباعة بتاعة الكحك، اي حاجة مدورة يعني مش شرط. وهجيب الصينية البايركس بتاعتي وخليني ادهنها هي كمان بالفرشة كده. كده انا هصب الكمية وكل ده هيتغرق يعني، فهصب عادي، هرص عادي. واخد كده وخليني اظبط دي من هنا عشان بس يبقى ليها شكل كده هنا كده. شايفين اهو، شايفين بقطع ازاي اهو كده كده. وطبعا كمية السمن والزيت الاخيرة هتتصب فوق العجينة دي كلها، تتشرب تبقى كلها بتبقى غرقانة في الايه في الزيت والسمن. هنحطها بقى في الفرن 180. الشربات بيكون خلاص خد درجة حرارة المطبخ، ولا ساقع ولا سخن. هتطلع سخنة هيتصب لها الايه الشربات، يتسقي بيها على طول وتتشرب وتبقى تحفة. بصوا بقى اهو. هحط بقى بقية العجينة دي اللي هي بقية السمنة على الزيت بعد ما ذوبها تبقى مذابة. هصبها فوق الخليط وبعدين ادخلها الفرن. هتطلع هزوقها احط عليها الشربات اول حاجة اهي. والشربات اهو كمان شكل الشربات علشان ايه اهو الشربات. بصوا مش تقيل، الشربات خفيف. بصوا شايفين الشربات، هي دلوقتي بارده فانا اقدر اديها كده شويه شربات سخن عادي طالما هي بردت، لكن لو هي سخنه يبقى الشربات لازم يبقى بارد. اهي ادي البقلاوه، وبرده معموله في البيت بشكل لطيف وسهله، ومش عايزين نفرد ونعمل نتعقد يعني 100 طبقه فوق بعض. واتمنى يا رب الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.